بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن النجم الطارق. هذه الصورة رسم يمثل أحد أنواع النجوم التي يسميها العلماء بالنجوم النابضة، وهي نجوم اكتشفت حديثا. هذه النجوم تصدر صوتا يشبه صوت المطرقة، ولذلك يسميها العلماء المطارق العملاقة. ومن خصائصها أنها تبث أدغامها الثاقبة، وتبث أيضا موجات جذب تخترق أي شيء، مع أن العلماء الغرب يؤكدون أنهم هم أول من تحدث عن هذه النجوم الثاقبة، إلا أن القرآن قد أشار إليه قبل 14 قرنا. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. سورة الطارق من آية 1 إلى 3. بالفعل أثبت العلماء أن هذه النجوم تطرق صفحة السماء وتصدر أشعة ثاقبة. والسؤال: من الذي أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة الكونية؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ والله أعلم.